هنا خمسة أسئلة، خمسة استفهامات. What, how, where, who, when and why. دائما كانوا لما يعلمونا طرق البحث والبر يقول لك كل ما سألت تقابلك يسأل فيها هذه الخمسة أسئلة. هي ستة مش خمسة. يسأل هذه الأسئلة في كل شيء. هو الآن يقول لك أنا عندي ستة صفوف وعندي ستة كتب. وكل صف وعمود بيتداخلوا. انفنتوري هنا معناها ليست قائمة. وبروسيس معناها عملية. ونتورك معناها شبكة. اورجنايزيشن معناها تنظيم وتايمينج وموتيفيشن. موتيفيشن معناها دافع وتايمينج معناها التوقيت. فيقول لك السكوب متى اعمل السكوب؟ اين اعمله؟ كيف اعمله؟ من يعمله؟ واين يعني ومتى ولماذا اعمل؟ الحاجه الثانيه كلها بتعطي لي دور الاستراتيجي. لاحظ الاستراتيجي هو اللي بيهتم بالسكوب. في السكوب بيعرف الانفنتوري ما هي الليسته اللي محتاجها، البروسيس هيعرف ما هي البروسيس اللي محتاجها، النتورك ما هي، الاورجنايزيشن ما هي، التايمنج متى، والسبب ما هو. هذا فقط هتلاحظ انه زاكمان صنف لك الامور وقال لك مين يعمل لك كل دور من هذه الادوار. السكوب بيعمل استراتيجي، البزنس بيعمل اكسكيوتيف ليدرز، والسيستم بيعمل اركتكتس، والتكنولوجي بيعملها المهندسون، والكومباني بيعملها التكنيشنز، والاوبريشنز بينفذها الوركرز. لاحظ تصنيف كيف تعمل اي شيء في هذا النموذج؟ ما فيش. عشان كذا انا لا اسميه فريم وورك بمعنى كلمه فريم وورك، لكنه تصنيف كلاسيفيكيشن ناجح للادوار اللي انا محتاجها. توقف لا توقف هذا هو لاحظ معلش انا طالع عندي بس توقف اختصار كلمة The Open Group Architecture Framework. التيم من The وبعد ذلك هذه الجروب معها موقع www.opengroup.org هي اللي بدأت تعملها وبعدين طورها. أهم حاجة في هذا النموذج هذا اللي نعرضه على DM Architecture Development Business. هذا أول انتربرايز اركتكتشر يقول لي انت تقدر تعمل ديفلوبمنت للانتربرايز اركتكتشر. هنا تستطيع ان تحدد كيف تعمل في هذه النقطه بالضبط. تستطيع ان تحدد كيف تصمم انتربرايز اركتكتشر. يعني لو عندك مؤسسه تستطيع ان تتبع توقف وتنتج انتربرايز اركتكتشر لهذه المؤسسه اللي عندك. تذكر اعطاني هو اي بي ام وقال لي انه ممكن استخدمه واعطاني بعض الحاجات اللي استخدم بها الدول. طيب لو عندي مؤسسه تتطلب اشياء اخرى يعني ايوه عندي اقسام وعمليات مش موجوده عاملها زي ما هي زي اللي موجوده. يعني عندك اوبريشنز هنا اعملها، ما عندكش ما تعملهاش، عندك بروسيس اخر عاملها كاي بروسيس. يعني تستطيع ان تنتج انت الاي بي ام لكل شيء انت محتاج له في المؤسسه. يعني ممكن بعض اللي موجود عندهم مش موجود عندك وممكن اللي مش موجود عندك تستحدثه. تمام؟ عشان كذا بقول لك توقف اي بي ام كان بي يوز وذ وات ايفر تايب اوف deliverables ذا يوزرز فيل سيوتد فور سبيسيفيك سيتويشن اوف ذا كمباني. المستخدم لو شاف انه هذه البروسس هذه العمليه مناسبه انه استخدم فيها اي دي ان توقف استخدمها فلا مشكله. نشوف التوقف. توقف اعطاني ثمانيه حلقات، واحده سماها تسعه، واحده سماها ديدلاين اللي تمهيدي. هذه التمهيدي فيها مجرد مصطلحات واشياء. وبعد ذلك اعطاني فيجن اركتكشر فيجن وبعدين بزنس. هذه الالوان مش موجوده على الافلام اصلا، انا بس دونتها.
انا كنت اتكلمت على حاجه اسمها بيدات. البيدات هي ثلاثه حلقات الحمض الداتا اللي هي الداتا والابلكيشن والتكنولوجي. الداتا والابلكيشن هنا والبزنس فوق والتكنولوجي هنا. فهي البيدات في هذه الثلاث الحلقات. الباقي لاحظ الباقي كلها بتساعدك في الكومبلكس مش في عمل الانتربرايز اركتكتشر. الانتربرايز اركتكتشر احنا هنحتاجه هنا هنمر على التفاصيل تيجر. طيب اللي جديد الكتاب ما مش متوسع في تيجر. انا نزلت لك من الجروب التوقف توقف الجروب صنفته وشرحت لك كل مرحله كيف تستخدمها وفيما كل الحلقات التسع حلقات مشروع حجر تفصيلي وكيف تستخدمها. لو قراتها طبعا حتشوف الناس اللي يهتموا بابسط الامور اللي مهتمه كل التسعه. هذه من موقع الشركه الجروب. لكن احنا حنهتم فقط فيما يهمنا في الداتا في الاي تي. احنا لانه الترانسفورميشن ده للاي تي مش حنهتم ببقيه الامور لانها تهتم بالبزنس اكثر. واحنا حنهتم بالاي تي اللي موجوده. لاحظ تو جاف از ديفايد انتو ثري مين بلوكس ثلاثه اعمده اساسيه. العمود الاول الاركتكشر دومين والعمود الثاني ال دي ام ال ام دي ال اي دي ام اللي هي الميثود اوف اركتكشر ديفلوبمنت. والحاله الثانيه العمود الثالث الانتربرايز كونتينيوم والباقي مجرد ريسورس ستيك جايد لاينز تمبلت. الباقي اضافيات تساعدك في عمل توجر. نرجع للاول الانتربرايز اركتكتشر دومين. عندي اربعه دومين اساسيه. لا اختصرنا الاثنين اللي هي الداتا والابلكيشن في واحده وتركنا الباقي كمان. هذه هي انفورميشن الاولى بزنس اركتكتشر والثانيه والثالثه سميناها انفورميشن سيستم والرابعه تكنيكال انفراستراكشر. اذا قسمناها هي ثلاثة اقسام اساسيه. لاحظ بعض الناس بيسمي الدومين هذه لاير. ما يسميهاش دومين يسميها لاير. يقول لك 3 لاير اور 4 لاير لايرز. احنا هنا سميناها دومين حسب اتباع. يعني الدومينز هذه احنا بنسميها دومين. البعض ممكن يسميها لايرز. يعني عندي في الاسترا في الانتربرايز اركتكشر ثلاثه دومينز. الدومين الاول بزنس والدومين الثاني انفورميشن سيستم والدومين الثالث تكنيكال انفراستراكشر والباقي كلها تراجع لهذه الثلاثه لانه احنا بنتكلم على انفورميشن تكنولوجي فقط. يعني لو رجعت مره ثانيه بالشكل هتلاقي احنا بنتكلم على الثلاث الحلقات الاساسيه بالنسبه لتوجات اللي تخدم الاي تي بزنس ترانسفورميشن. اللي تخدم الاي تي حاجات اربعه بزنس وداتا اركتكتشر وابلكيشن اركتكتشر وتكنولوجي. الاثنين هذا بسميناهم انفورميشن سيستم. فاصبح عندي ثلاثه اللي هو بزنس انفورميشن سيستم هتلاقي الان عندي هذه الثلاث الحاجات هي اللي بتغطي لي انتربرايز اركتكشر كامل. عندي الطرق اللي والنماذج اللي هستخدمها. اذا انا استطيع ان اعمل اي تي ترانسفورميشن بحيث ان اعمل اي تي انتربرايز اركتكشر. نور هذا خاص هولندا ولما الكاتب هولندي اسم ذكر او انثى اللي هو نور لا هذا اختصار لكلمه اهي نيدرلاندز اللي هي هولندا
حتى الكلمة overhead أنا طلعت القاموس وحطيته بتقري إياها overhead different different architecture هكذا ينطقوها عندهم اسمها هذا اختصار كلمة هذا لو جيت تشوفه استفاد من مين؟ من زحمة ايوه استفاد من زحمة واحد بس ثلاثة أعمدة اللي هي how what how وقال لي هل ممكن أن أفيدك في البيزنس والإنفورميشن أركيتكتشر والتكنيكال يعني هو ذا خليط بين توقف وبين زحمه أحط زحمه كده كستاندرد هاي ستاندرد وأخذ تفاصيل بعد ذلك وأخذها من توقف وعمل واعتمدته أيوه واعتمدته الحكومة الهولندية كمعيار عمل لتقييم أي شركة يعني في هولندا لما يقيموا أي شركة يستخدموا هذا الأركيتكتشر لكن بقية العالم يأخذ توقف الإيفالويشن لا خلاص الكلام هذا يقول لك كلهم كويسين وكلهم يشتركوا في شيء واحد اللي هو this common denominator is to distinguish between business and information system and technical information الثلاثة فرقوا بين الثلاثة الحاجتين هذا الاشتراك الوحيد لكن الباقي كله مختلف كل واحد منهم قال انه عنده بيزنس وانفيشن انفورميشن سيستم وعنده تكنولوجي تكنولوجي انفراستراكشر ثلاث حاجات هذه موجوده في الثلاثه لو رجعت للثلاثه هتلاقي كلهم اعترفوا بهذه هذا حددها ثلاثه الشمال لك وهذا حددها ثلاثه على اليمين وزاكمان طبعا قال لي انه عندي بزنس وسيستم وتكنولوجي اذا الثلاثه اشتركوا في هذه النقطه اعترفوا الى انه او ميزوا بين البزنس والانفورميشن سيستم والانفراستراكشر ذيس ديفلوبمنت كونتريبيوت تو ميكينج سبلاي اوف انتربرايز اركيتكتشر مور مشهور يقول انه ساهمت هذه الفريم ورك ان تجعل انتربرايز اركيتكتشر مور شور عشان كذا كان زاكمان حقه مش واضح بالاخير اصبح الان فعلا واضح وتستطيع او يستطيع اي انسان ان يتبع الخطوات ويمكن ان انتربرايز اركيتكتشر بدون اي مشاكل نتيجه لوضوح توقف بشكل واضح هذه الانفراستراكشر او انتربرايز اركيتكتشر لايرز او اللي احنا بنسميها الدومينز يعني لو انت رجعت في توقف هتلاقي ثلاثه حلقات اللي على اليمين هذه نزلت من هذه فيها نموذج هذا النموذج يحدد لي بالضبط ما هي الانتربرايز اركتكتشر لاحظ البيزنس اي تي استراتيجي تحتاج الى ان تنزل الى عندهم نقطه التقاء لكن تفاصيل الثلاثه اللي هي موجوده وحناخذ كل خطوه من هذه الخطوات لوحدها وحنشوف كل واحده كيف ننفذها وبعد ذلك في المحصله حيكون نتيجه هذه اللايرز هي اي تي انتربرايز اركيتكتشر محصله كل هذه الخطوات هتطلع لي انتربرايز اركيتكتشر حنعالجها بالشكل التالي في الفصل 2 و3 حناخذ الجزء الاول اللي هو الانفايرمنت اركتكتشر انفايرمنت وفي ثلاثه واربعه هنلاحظ الثلاثه التشعبات وبعدين التفاصيل هناخذها باربعه وخمسه وسته وفي وسبعه وثمانيه سبعه بناخذ فيها امثله وثمانيه حيكون الختام النهائي هنشوفها فيما بعد بتفاصيلها لاحظ اذا عندي بزنس اركتكتشر وانفورميشن سيستم اركتكتشر وتكنيكال انفراستراكشر اركيتكتشر هذه كلها تعطي لي انتربرايز اي تي انتربرايز اركيتكتشر ثلاثه يعطي لي اي تي انتربرايز اركيتكتشر يعني لما اتحدث على الاي تي انتربرايز اركيتكتشر حكون اتحدث على اجمالي هذه الثلاث العناصر او الثلاثه الدومينز او الثلاثه لايرز خلي بالك انه البعض بيسميها لايرز والبعض بيسميها دومينز ثلاثه دومينز للاي تي طيب
ما الفرق بين انه يكون عندي موديل وانه يكون عندي برنسيبل قاعدة ولا موديل؟ القاعدة اللي هو النص في اللائحة. لما انت تشوف نص في اللائحة هل هي قاعدة؟ يقول لك لا ينتقل الطالب من مستوى الى مستوى الا اذا اجتاز الا اذا تبقى او اجتاز كل المقررات او تبقى باقل من 4 أصعب. هذا نص في اللائحة. هذا اللي احنا بنسميه برنسبل. الموديل عبارة عن مخطط. الموديل لا مش شرط حتى مخطط. تخيل الابلكيشن فورم اللي بيطلق فيها هذا يعتبر موديل. كل بروسيس انت بتعملها لها موديل معين نموذج معين. ها؟ مخطط ليه؟ مخطط ايوه مخطط معين. على فكرة دفتر الشركة اللي بيدك هذه نوع من تغطية بروسيس. هذا في الانتربريتكس يعتبر بروسيس بيسموه ارتفاكت. يعني كل شيء يوضع في خطة العمل يصبح من انتربرايز اركتكشر. لكن احنا الان نتكلم على مين؟ على الاي تي انتربرايز اركتكشر. فانا متوقع ان عندي 3 حالات فيها. طيب شوف البرنسبلز. يقول لي هي جنرال رولز اند جود لاينز. قواعد عامه وارشاد. هذه اللي احنا بنسميها البرنسبلز. وقال لي الجود اركتكتشر اركتكتشر برنسبلز كليرلي ستيت وات از كونسيدرد جود براكتس اند وات از نوت. القاعده اللي انا بتحدث عليها الجيده بقول لك هي اللي بتشرح لي بوضوح ما هو السلوك او العمل اللي هو صح وما هو السلوك اللي مش صح. يقول لي الحاجة الثانية البرنسبلز هذه القواعد ار ترانسليشن اوف الاورجنايزيشن فيجن. يعني هو تفصيل او ترجمة للفيجن للاورجنايزيشن. لكن على ما انا مهتم بالتكنولوجيا يقول لي انا ام تكنولوجيا. لاحظ شروط البرنسبلز. اول شروط البرنسبلز او خصائص أن تكون understandable. ما تيجي تعمل لي حاجة في اللائحة تعملها مبهم روبست موثوقة كومبليت مش ناقص. للأسف بعض المدراء لا يأخذوا في الاعتبار هذا الموضوع. قلنا في أحد الاجتماعات وكانوا طالحين نص وتخيل كان بده اجتماع صار في وجهي يومها لدرجة ما نسيت الاجتماع. ليش؟ قالوا بينظروا لمسألة وبعدين قرروا النص وسكتوا. قلت لهم طيب وبالحالة في الوجه الآخر أنت كتبت الآن الوجه الأول لو جاءك حاجة في الوجه الآخر خلينا نشتري هذا التعقيد. قدوة ما هو أنت لما تقول أنت لما تقول يجوز للطالب تمام دخول الجامعة وتسكت فأنت بتدخل بالسيارة تدخل بالمتر تدخل بالسلاح. يجب ان تحدد في القاعده اللي تبعها هي لا يجوز للطالب الدخول للجامعه بالسياره او السلاح. عكسها هو اللي يجوز. يجب ان تكون واضحه وكمبليت. ما تجيش للنص هم كانوا بيقولوا ايش بيقولوا نازحية فريده الوضوح كده يعني عشان يروح مش خلص تحطهم. قال لك يجي نقبل. طيب ما هو التشريع لها؟ قال لك نقل يقبل كل واحد متوافق. نعم شوف طيب واللي انت متوافق ما تقبلوش. هذا معنى نص اللائحه. هذه لائحه غير يعني برنسبلز غير محتمل. يجب ان تقول لي تقبل اللي متوافق واللي مش متوافق يا تقول ما يقبلش يا تحط طلبها الصراحه. بعدين بالاخير اتفق معه لانه نظيف. من لا يتوافق معه يدخل امتحانات المقررات ثم يحفظ نتيجة المقررات ويعمل جامعة. هكذا النص الكامل يعني اعمل تشريح بحيث انه عشان كذا اقول لك يجب ان تكون كومبليت كونسيستنت. ما تجيش في الجزء الاول تعمل ضابط وفي الجزء الثاني تعمل استثناء او باك دورز. الحاجه الثالثه ستيبل. يجب ان تكون قابله للدوام مش تعمل اليوم وبكره.